إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام من نواحي إفران. بطبيعة حال سويسرا المغرب مواطنين يبحثون عن الماء. كنعرفوا بأن المنطقة هذه اللي كنتواجدوا فيها متابعينا الكرام فكانت فيها واحد الثروة مائية كبيرة. للأسف الآن أصبحوا الناس هنا كيبحثوا على الماء. يعني رصدت الكاميرا ديال شوف تيفي قبل لحظات سيدة عندها يعني الحمار عفوا يعني حمار والبيادة ديال الماء وكتقلب على الماء هنا بمشقة الأنفس. للأسف بعد ما نشفات يعني البراك المائية والوديان في هذه المنطقة هذه، فالله يلطف بنا يا رب. غتبقاو معنا متابعينا الكرام وحنا معكم بث مباشر غنكشفوا يعني هذه المعاناة ديال ساكنة إفران مع الماء الصالح للشرب. كنتحدث على الإقليم ديال إفران ماشي المدينة ديال إفران إنما النواحي ديال إفران. عشرات ديال الناس كيبحثوا على الماء ويعني ما لقيش ما يشربوا. للاسف هذا العام الازمه ديال العطش وديال الجفاف حتى يعني ولات بطريقه حاده. للاسف بعد ما نقصت النسبه ديال ملء السدود لواحد الدرجه يعني خطيره وخطيره بزاف. متابعينا الكرام كتشوفوا كيفاش اصبحت المنطقه قاحله. يعني مازال عاد الاول ديال شهر 8 والمنطقه قاحله كانت عامره براك مائيه وكتلقى الخضوره. يعني إفران ما كانش دائما كتلقى فيها الخضوره، كتلقى الحياه يعني تدب بالحياه. دابا كتلقى بان النواحي ديال إفران اصبحت مناطق شبه قاحله. وغتبقاو معنا وغنقلوا لكم كل كبيره وصغيره على قناتكم دائما قناه شوف تيفي. اذا حنا على بعد واحد المسافه ديال 10 ديال الكيلومترات ما كاملاش لمدينه إفران، اقل شي 15 شي 10 5 ديال الكيلومترات. كتشوفوا الناس كيبحثوا على الماء. نعم عشرات ديال الناس اللي كيخرجوا هنا النواحي كيبحثوا على الماء. وغنحاول ندخل معكم في ليبيس وتشوفوا وغنقربكم من كل كبيره وصغيره بطبيعه الحال. ازمه العطش واش احتدت عندكم في المناطق ديالكم؟ عطوني كل منطقه. نتمنى انكم تفاعلوا مع هذا اللايف لان كنبحثوا على المواضيع الهادفه اللي يعني غيستافدوا منها ابناء الشعب المغربي. الموضوع ديال العطش وديال الماء واهميه الحفاظ على الماء لانها ثروه كبيره اللي كيتم الهضر ديالها. للاسف الناس كتضيع الماء وناس محتاجه لانها تشرب الماء. كيفاش لان اقليم إفران وما ادراك ما اقليم إفران بالخضوره ديالو بالثروه المائيه ديالو مواطنين يبحثون على الماء. شوفوا غنحاول نزومي لكم تشوفوا كيفاش اصبحت المنطقه هنا قاحله. ناس ملهيه بالمهرجانات وساكنه المغرب العميق تعاني العطش. للاسف ناس ملهيه مع الوزارات ملهيين مع المهرجانات. كتلقى الوزاره كتصرف الملايير بل يعني لجينا نشوفوا الاموال اللي كتصرف في المهرجانات، بينما ساكنه المغرب العميق يعني في القرى وفي البوادي. وراك شفتوا الفجعه ديال اللي راح ضحيتها بطبيعه الحال 24 مغربي ومغربيه. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتوا حتى العالم القروي اجي تشوفوا هنا، اجي تشوفوا الناس هنا كيفاش كيبحثوا على الماء في نواحي إفران. نتمنى المغاربه باش لانكم تبارطاجيو هذا اللايف لو ثاني طاقوا تفاعلوا معاه، لان ما احوج لنا باش لاننا ربما نسلطوا الضوء على المواضيع اللي كتهم كل المغاربه. نعم هادو خوتنا المغاربه اللي عايشين هنا عايشين في حاله ماساويه يبحثون عن الماء. كنحاول نشوف شي مدخل منين غندخل لعندهم. راه كيبانوا لي الناس لهيه. خليكم معايا اخوتي. يعني المنطقه كانت جنه فوق الارض. في المدخل ديال إفران هنا في المدخل ديال إفران انت غادي والماء يعني كيجري والويديان عامرين، السواقي ديال الماء عامرين، الربيع كتلقى في شهر 8 وشهر 9 كتلقى الربيع. دابا المنطقة أصبحت قاحلة. يعني اللهم يعني المدينة ديال إفران اللي فيها النور محافظين عليها الناس اللي مسؤولين عليها وصراحة يتم العناية بها. أما النواحي ديال إفران فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. هانتوما كتشوفوا أخوتي الأعزاء، اسمحوا لي الناس اللي مورايا لربما الوقفه اللي وقفت. هانتوما كتشوفوا يعني المنطقه قاحله ما كاينش الخضوره. شوفوا هانتوما شوفوا يعني المنطقه شوفوا ما كاينش. هذه كلها كانت ماء. يعني هاد المناطق اللي كتشوفوا هنا كل شيء كان ماء. يعني فين ما مشيتي غتلقى الماء.
يعني الماء عذبة، ماء اللي خارج من العيون وخارج من الصوت. شوف دابا كيفاش ولات الدنيا قاحلة، ما تلقاش يعني الماء، ما كاينش الماء، يعني الناس ولات أصبحت تعاني حتى مع الـ يعني الماء الصالح للشرب ما كاينش، قليل، لأن جفت الوديان، جفت الآبار، جفت لربما بنسبة كبيرة، ما كنقولش أنا 100%، وإنما بنسبة كبيرة الجفاف الله يحضر السلامة هذا العام، ضرب بقوة في المغرب، خاصة الناس ديال المغرب العميق. كنتحدثوا على المغرب العميق، القرى المجاورة للمدن الكبرى والمراكز الحضارية، كنتحدثوا على الجماعات القروية اللي كتكون مجاورة، اللي ما عندهم لا طرقان لا ما لا لا كاين الناس اللي ما عندهمش الكهرباء. نعم كاين الناس اللي ما عندهمش الكهرباء، متابعينا ومشاهدينا الكرام، ولا ربما هذا اللايف غيكشف لكم مجموعة من الحقائق. غنطول معكم في هذا اللايف وغتشوفوا المحيط ديال إفران، يعني العالم القروي كيفاش عايشين وكيفاش الناس كيبحثوا على الماء، وكذلك غتشوفوا يعني العدالة المجالية. العدالة ملي كنتحدثوا على مبدأ العدالة المجالية، شنو كيعني اخوتي مبدأ العدالة المجالية؟ عطيوني في التعليقات الله يحفظكم، لأن ما بغيتش نتحدث بوحدي في هذا اللايف، بغيت نشوف التفاعل ديالكم، كنشوف البارطاج ديالكم، التعليقات ديالكم. شنو هي العدالة المجالية؟ شنو كتعني العدالة المجالية؟ عطيوني الله يحفظكم في التعليقات شنو كتعني مبدأ العدالة المجالية. اجي تشوفوا هنا، شوفوا هنا انتم، شوفوا الوديان كيفاش جفت، الوديان جفت يعني بطريقة يعني خطيرة وخطيرة بزاف هاد العام، يعني لا حول ولا قوة الا بالله العلي والعظيم، الله يرحمنا وصافي. هادشي اللي غنقولوا، لان هادشي بزاف المنطقة ديال إفران كيفاش الماء فيها أصبح يعني ضعيف بواحد الطريقة يعني كبيرة. شوفوا شنو الأسباب والمسببات ديال هذا الجفاف اللي أصاب المنطقة ديال إفران. راه ما تتخيلوش معايا أخوتي العزاز، وأنا كنتحدث معكم وأنا يعني دائما أزور مدينة إفران بشكل مستمر، يعني كيفاش كانت مدينة إفران والنواحي ديال إفران، هذه المنطقة دابا الآن اللي كانت واجد فيها في المدخل ديال إفران، راه جنة فوق الأرض، جنة الله فوق الأرض، كانت يعني كلها خضرة، كلها دابا هنا ملي كتقرب للمدينة ديال إفران، يعني للسونتر ديال إفران، شوية مازال شوية ديال الحياة، ولكن غتبعدي واحد 10 كيلومترات ولا 5 كيلومترات على ولا 15 كيلومتر غتشوف الجفاف، غتشوف للاسف المعاناه ديال الناس. غندخلوا دابا هنا غنقربوا، غايبان لكم شويه ديال الماء في السونتر ديال افران، ولكن مجرد ما انك تبعد واحد شويه غتلقى الناس للاسف يعني كيعانيوا مع الماء الصالح للشرب. متابعينا ومشاهدينا الكرام، الله يلطف بنا، نحافظوا على الثروه المائيه، ما نديروش الكاسبياج ديال الماء، نحاولوا اننا نشوفوا الاول يعني الاولويات والاهميه، يعني نشربوا وما نضيعوش الماء، ما نستحموا وما نضيعوش الماء، لان فعلا المغرب في ازمه ديال الماء، خاص الحفاظ على الماء وما خصناش نضيعوا هذه الثروه الكبيره. اذا متابعينا دائما معكم في هذا البث المباشر، كنكشفوا يعني الماء اللي ضرت به، يعني الازمه ديال الجفاف اللي ضرت به اقليم افران وبزاف ديال الاقاليم. اجي نديك الاقليم تاونات وتشوف الناس كيفاش عايشين مع الأزمة ديال العطش، الناس مازال كيسقيو بالسيترنا، كيعمروا لهم السيترنات وكيجيبوهم، للأسف أزمة ديال العطش أزمة كبيرة اللي كاينة في المغرب واللي خاص التعامل معها بحذر شديد. إذا حنا على بعد كيلومترات قليلة على مركز مدينة إفران، كما كتشاهدوا معنا البنايات كتبان يعني من هنا، معاناة يعني كبيرة يعني بالجملة. انا قلت هنا في يعني في الدخله ديال افران فكانت كلها وديان، ما غتلقاش شي منطقه لربما ما فيهاش الماء، يعني في شهر 8 شهر 9 شهر 10 دائما كتلقى الناس يعني مبردين، الناس افران معروفه بالبروده. دابا افران ومزار، على ذكر افران كانت حتى على مزار اللي عرفت الجفاف ديال مجموعه من العيون، مشيت معكم لعين الشفاء وشفتوا كيفاش اصبحت صحراء قاحله، يعني ما فيهاش الماء. مشيتوا لعين السلطان معايا وشفتوا المنتزه ديال عين السلطان كيفاش ولا حتى هو خاوي من الماء، حتى الناس اللي كانوا كيطلعوا يتبردوا في افران لربما دابا الان كيطلعوا على حسب درجه الحراره اللي منخفضه، اما الماء فقل بشكل كبير. مازال يعني بحيره واحده اللي كاينه هي هنا اللي قربنا لها دابا، واحد البحيره ديال
شنو كيعيطوا لها زروقه، كاينه بحيره ديال زروقه اللي مازال فيها شويه الماء، كاين زروقه واحد وزروقه جوج هما اللي مازال فيهم الماء، ما باقي البحيرات عندك ضايه حشلاف، ضايه عوه، ضايه مجموعه، ضايه افر، هذو كلهم ما بقاش فيهم افر، مازال فيها شي شويه ديال الماء، كانت كتكون عامره بالماء لواحد الدرجه كبيره، مجموعه من الضايات اللي نشفات للاسف بسبب يعني الازمه ديال الجفاف والمياه اللي قلت بشكل كبير. متابعينا الكرام، الله يدير لي فيها الخير، دعواتكم، الله يرحمنا، الله يرحمنا يا رب. يلا غادي نرجع في لايف اخر على ما اعتقد بعد لحظات، نرجع ونشوف معكم طبيعة الحال نواحي ديال الافران هنا، نشوفوا خوتنا المغاربة اللي عايشين هنا بطبيعة الحال، كانتوما كتشوفوا كيعيشوا على تربية الغنم والماعز والابقار هنا بطبيعة الحال، الطبيعة ديال المنطقة فلاحية بامتياز، وكذلك يعيشون من السياحة، الناس كيجيونا السياحة الداخلية تنتشر يعني تنتعش هنا بشكل كبير، لربما خاص الاهتمام بالامور اللي هي بنية تحتية في النواحي. انا تحدثت على العدالة المجالية ولربما لم اتلقى التعليقات والاجابات، شو هو مبدا العدالة المجالية؟ مبدا العدالة المجالية خوتي هو اننا خصنا باللغة العامية يعني نبسطو ما نبقاوش نتفلسفو، هي انه الميزانيات اللي كتخرج خصها تخرج بشكل متساوي لجميع الجهات، جهات فاس مكناش جهات فاس مكناش تعطيها الحق ديالها، الاقليم الاقاليم خاص كذلك تكون بيناتهم العداله المجاليه، اقليم فاس بحال اقليم تاونات بحال اقليم افرا، خص يكون داك الفلوس اللي كتعطى لهاد الاقاليم خصها تكون موازنه ما بيناتهم، يعني على مستوى البنيه التحتيه، على مجموعه من المستويات، هذا هو مبدا العداله المجاليه، يعني كنعطيو طرقات كنصوبوا لربما طرقات في جهه وجهه كنخليوها بلا طرقات، في العالم القروي بعيد كل البعد على تطبيق العداله المجاليه، كنشوفوا دابا سير معايا دابا الدار البيضاء ولا طنجه ولا اي مدينه يعني مغربيه يعني اللي تقدمت بشكل كبير وكيفرحنا هذا الشيء، واجي معايا المغرب العميق غتلقى فرق شاسع، غتلقى فرق كبير للاسف الشديد، وهنا هذا هو مبدا تطبيق العداله المجاليه، خاصنا المغرب الحمد لله بكل بالجماعات القرويه بالجماعات الحضاريه يكون فيه العداله المجاليه، يكون فيه التساوي في توزيع الثروات على يعني المناطق ديال المغرب باش تستافد، باش من اجل خلق نهضه تنمويه شامله في كل المناطق ديال المغرب، ماشي جهه كتصوب وجهه ما كتصوبش. واخا متابعينا انا في المدخل ديال الافران غنرجع في لايف اخر بعد لحظات، السلام عليكم ورحمه الله.